بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بتكملة لقوانين الخاصة بالأسكيال. إذن لدينا وير، وكذلك الحقل أكبر من 300. الآن سنقوم بتطبيق هذا المثال. نلاحظ عند تطبيق وير فوني اكس تي اكبر من 300 ان القيم غير مرتبة. هناك 410 ثم 887 ثم 892، اي انها غير مرتبة. الان سنقوم بترتيبها تنازليا. سنضيف شرط آخر وهو order by، والحقل يكون نفسه، ثم نضيف هذه الدالة desc أي descend، أي أنه يقوم بجعل السجلات تنازليا حسب قيمتها. الآن سنضيف هذا الكود. إذن قمنا بإضافة هذا الكود. إذن نلاحظ أن القيم غير مرتبة. الآن أضفنا هذا الشرط أنه يقوم بعملية وضع القيم تنازليا من القيمة الأكبر إلى القيمة الأصغر. الآن سنقوم بتنفيذ البرنامج. الآن أصبحت القيم تنازليا من الأعلى إلى الأسفل مرتبة. إذن order by هي دالة تقوم بترتيب القيم تنازليا حسب قيمتها. الآن سنقوم بالعمل برمجيا في الدلفي. الآن قمنا بإضافة هذا الشرط الثاني وهو order by fun ext descent. إذن الكتابة هي كالتالي: نقوم بوضع select etoile ثم زائد from employ ثم زائد where from ext أكبر من 300 زائد ثم order by from ext descend، ثم نقوم بتشغيل البرنامج. ظهرت لنا الآن النافذة، نضغط هنا. الآن قام بترتيب جميع القيم حسب الترتيب تنازليا. إذا من 894 تنازلين إلى غاية 410. الآن ننتقل إلى الكود الثاني. الدالة الثانية وهي تصاعديا نفس الشكل، ثم نقوم بإضافة ASC. هذه الدالة تقوم بترتيب قيم الحقل تصاعدين، أي من الأصغر إلى الأكبر. إذن هذه تقوم بالقيم أو عملية
التنازل أو تنازليا ترتيب القيم حسب ترتيب قيم الحقل تنازليا، أي من أكبر إلى أصغر. الآن نقوم بتغيير هذه الدالة ونضع هذه الدالة التي تقوم بترتيبه تنازليا. إذن سنقوم الآن بتنفيذ. الآن ظهرت لنا القيم من الأصغر إلى الأكبر. الآن نذهب إلى الدلفي ونقوم بعملية برمجية. قمنا بتغيير الدالة الأولى بهذه الدالة، ثم نقوم بتشغيل البرنامج هنا الآن وننظر ماذا يحصل. إذا تظهر لنا النافذة البرنامج، نضغط هنا، قام بترتيب القيم من الأصغر إلى الأكبر. نذهب إلى دالة أخرى. الآن الدالة الأولى وهي لايك. إذن وير فيرست نايم لايك، أي مثل ما يوجد بين هاتين، سيقوم بإظهارهما. الآن سنقوم بإلغاء هذا الشرط. إذن هكذا تكون الكتابة. Where first name نقوم بتبديل الحقل الآخر وهو الاسم الأول like مثل ما يوجد بين هاتين نايم أو برينو أو آج أو أي شيء. like أي أنها تقوم بالبحث على كل ما يشبه الموجود هنا. الآن سنقوم بتمثيل هذا الكود. نذهب إلى الداتا first name، إذن لدينا بروس هنا ولدينا بروس هنا، فهي تشبه عملية الفلترة. إذن like first name بروس، أي أنه يقوم بإظهار جميع الأسماء الأولى التي فيها بروس. سنضغط هنا مرتين. إذن قام بإظهار السجلات الموافقة لما يوجد هنا بروس. سنضيف الآن إلى الدالفي هذا الشرط. الكتابة تكون كما يلي، نفس الشيء بالنسبة لسيلكت وفروم وير فيرست نايم لايك. هنا تكون أربع، واحد اثنان ثلاث أربع، ثم هاته الأخيرة. الآن سنقوم بتنفيذ البرنامج ران. ثم نذهب إلى تشغيل البرنامج أو الضغط على الزر. قام بعملية الفلترة بريس هنا وبريس هنا، هذه السجلات الموافقة للكتابة السابقة. إذن هنا بريس. الآن سننتقل إلى الفيديو الثالث ودوال أخرى. إذن الدالة الثالثة أو الأمر
الآخر وهو between أي بين. الآن سنقوم بحصر salary بين 40,000 و 60,000. هذا سيكون في الفيديو رقم 3 وكذلك دوال أخرى.